دونك تاثيرات لقاح كورونا على الجلد هي استثنائيه، قد يظهر بعض البثور اللي كتكون حمراء نص ساعه من بعد هذا اللقاح، وكتكون مصحوبه بواحد الحكه وكتكون يعني كتمشي بطريقه سهله بعد اخذ مضادات الهيستامين، وما كتكونش يعني مضاعفات اللي كتكون خطيره ولا كتشكل خطر بالنسبه للانسان. والمضاعفات المحليه يعني ديال اللقاح شبه نادره، يعني ما كنشوفوهاش. اذا كنشجعوا الناس باش يتلقاو اللقاح تاع كورونا لانه غادي يكون مزيان وما عندوش تاثير على الجلد. لا، هما هاد اللقاحات ديال كورونا يعني هما كامل اللقاحات من النهار اللي بدات تلقيح، كاين بعض المعادن اللي هي كتكون خفيفه، معادن الالومنيوم اللي هي معروفه اللي كتكون واللي ما عندها حتى شي تاثير بالنسبه للصحه ديال الانسان. الو بزاف ديال الناس كيطلبوا اللي عندهم الحساسيه ديال الجلد او عندهم حساسيه بالنسبه لماده اخرى كيكونوا خايفين وكيبغيو يعرفوا واش اللقاح تاع كورونا مزيان لهم. ف اللقاح تاع كورونا مزيان لهم واخا كيكون عندهم حساسيه بالنسبه للجلد او حساسيه اخرى ديال الانف او ديال الصدر او اي حساسيه، يعني كيكون الامور كدوز يعني بكل طمأنينه، يعني ما خصهمش يخافوا من هذا الشيء.